السلام عليكم. السلام ورحمه الله. منين حبيبنا؟ من باتنا 05. الله يبارك خير. الناس واش كم دخل اليوم؟ بيكانتوم 2019 هما عطيونا 185. واش ماشي؟ ماشي 123. واش فيها؟ فيها دو باب ولال وبورت كاس. واش عاطينك؟ 185. سوقها الاول هذا؟ نو دخلت من السوق اللي فات، سوق بسكرة. واش سمعت في بسكرة؟ عطاونا 180. سمع لنا زادوا طلعوا لك السوم؟ زادوا طلعوا لنا السوم. سوم البيع والراهي؟ مازال فوق ال 200. بريزيليان هذه؟ نو او اكس. او اكس؟ سوم البيع والراهي؟ فوق ال 200. واش راك تشوف السوق؟ السوق ما فهمنا لا غالي لا قصدي كاين السوام كاين اللي باع كاين السوام بصح البايع انا ما درتش ما شفتش اسكو باع ولا مازال وانت داروا بك بزاف داروا هي معليش صافا جاوك الحارين كيما نقولوا جاو الحارين بداو لي من 65 حتى ل 85 قلت 85 حبست معول عليها فوق ال 200 فوق ال 200 والو والو تحت ال 200 والو والو شاوي ذا حرام خلينا نيميرو تليفون 06 58 071 54. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش مدخلين اليوم خونا؟ دخلنا بناء برك. واش من سيري هذا؟ هذا 14. الله يبارك واش من واش فيه واش ما فيهش؟ ما فيه والو معاود فيها هي ما فيه والو فيها شغل راكورة في البورت كيس برك. ها واش ماشي؟ ماشي 244 الموتور مليح يعني هم اكلين ناقصوا يعني اكلين ناقصوا. دو ليتر مليح يعني هو صالح مليح صالح بينه في كل صالح اش دي واش سمعتوا فيه 75 175 ها 175 عكسونا فيه يعني مكان علاه يعني كش ما عطاوك سومه باهيه قبل ما ها سومته هذا فوق ال 200 ما كانش دخلت خطره فات واحد طريز فيه المعاود والاخر وبعته 76 وهذا هو 14 والاخر سموني 60 وبعد طلعوا لي 75 وراك شنو تبيع تاعو وراك مخمم تبيعو فوق ال 200 هاني قلت لك 10 20 5 10 هكذاك واش راك تشوف السوق اليوم؟ السوق اليوم شويه بارد ما فيه لا بيع لا شراء ما السوام كاين بصح الحار ما كانش ما كانش اللي يشري هي بارد ما كان والو هي ربي يجيب الخير برك شوف فيها يعني زعما القرارات الاخرى هذه اللي اثرت فيها زعما الناس هي تستنى في 20 مارس والله يا خويا واش راح نقول لك تبعوا في الاحداث على كل حال سي نورمال مش نقول لك انا دوكا دوكا مش باينه دوكا لو كان زي تبانو خلاص احنا ان شاء الله نحن نتاملوا خير قال لك تامل الخير تجدوه ان شاء الله تكون فيها خير للناس الكل خلينا نيميرو تليفون ان شاء الله هي نخلي 06 56 42 96 87 اون فالكينا سام خويا مرحبا بك نخسف السوق ما كانش من قبيله انا ندور كاينه وقيله وحده بيضه من هي وتبعت بلي علاه يعني الناس يكسبوها انا نعرف دوك السوق تاع اليوم ما كان مكان اونفا واش عندها واش فيها تاعها فيها بارشوك ومالا مسبوغين ايوا واش ماشي ماشي 132 الف الكونتور تاعها مش ماشيه بزاف مش ماشيه لا سيري تاعها 19 18 18 18 18 واش سمعت فيها اليوم 170 مليون سوقها الاول هذا هذا هو السوق الاول ما دخلناش من قبل كش ما سمعت برا كش ما سوموناش هذه السوم الاول واش قنعتك السومه شويه ما زال شويه ما زلت وين راهي سومتها سومه البيع تاعها وين راهي 95 نطلقوها ان شاء الله شحال هي عندك هذه عندها بالك واحد 6 شهور ولا 7 ولا ما شريتها في الزوبعة هذه تاع السوق طالع هابط خليطات والله صوردها مازالو قد ايش صوردها؟ صوردها 200 من الاخر الله يبارك يبارك فيك ايش متاك كيما نقولوا مش نقول هو يقول لك راضي بالخساره بصح هذيك اللي فري تاع المشي ياك مشيت كومام اي دوك المشكله وما كان والو دوك هو يقول لك السوق طاح 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 هو ما كان والو دوك انت كي تبيع ومن بعد واش راح تشري هو يقول لك دخلوا ما دخل والو ما كان حتى طوموبيل برا هذا هو البروبليم نفس الماتريال وقاعد يدور الماتريال كله يدور وما كانش نظيف زعما قال نظيف نظيف ولا كله مضروب وكله ماتريال خالصه تدي منا طول الميكانيسيه تعاود هذا هو المشكل ان شاء الله ماذا بينا احنا دوك كي تبيع رخيص ومن بعد واش تشري دوك هو يقول لك هو بيع لي دوك نبيع لك انا 170 ومن بعد لعو توفر لي ولعو تنبيع لك انا 170 ومن بعد ما نلقاش هذا هو البروبليم انت كاين الخير كاين ان شاء الله نيميرو التليفون تاعك معليش معليش 06 61 85 41 88
داخلين طفطافه طوموبيل، واش راكم داخلين اليوم؟ طوموبيل طفطافه مداخلين كلش. اه كلش. بيعوا كلش؟ اه بيعوا كلش. واش سومكم؟ هذه الكليو عطاونا فيها 450. الله يبارك. واش ماشي؟ ماشي 17000. لا طول. واش نظافه؟ اه ما فيها والو. اه جديده طوموبيل. اه جديده. اه يتولك هاك تشوف. سومك اليوم هذه؟ اه اليوم. تاع اليوم. تاع اليوم. سوقها الاول؟ اه ثاني دوزيام. واش عطاوك خطري؟ 458. 458. الخطره هذه؟ 45. اه 50 450. 450. ولات لور؟ ولات. هاي لا صعب شوي. سومت البيع وراه؟ اه زال شوفوا مولاه منه. وراه سومت البيع؟ سوقها من البيع من الاخر 65. تسمى ماشي بعيده؟ ماشي بعيده. شحال هي عندي؟ هي عندك؟ عندها واحد 25 جور. تسمى شاريها هنا برك؟ شاريها هنا برك. قداش لك؟ انا من الاخر. من الاخر؟ من الاخر. يعني من الاخر؟ من الاخر مسلكها 59. كش ما خسرت؟ كش ما انا نشوفه في السوق اخويا اليوم ولا غير تحرك. قصدي كش ما صرفت عليها؟ كش ما صرفتش حق حق مازوط وخلاص. تدريش قدر كش ما يزيد الاكسسوار؟ كش ما هي والو كيما راهي حق مازوط وخلاص، ما سلاح حتى حاجه. مليون ما رضاكش؟ ها مليون ما رضاكش؟ ما يحمرش. ارقري ياك مشيت؟ والله ما مشيت والله غير ظلم قريه. يا كارل معقول؟ كارل معقول حاجه تشريها تمشي بها تولي اللور ماشي تزيد؟ تولي اللور كاينه. معقول؟ معقول. ما احنا ماذا بينا ولا غير ماذا بينا يطيح السوق؟ والله غير ماذا بينا اليوم لهنا تبيعوا ثلاث طوموبيلات توالي وماذا بينا يطيح السوق. انا ماذا بينا نركب بورش. احنا نقولوها هضره برك ماذا بينا يطيح السوق. تاك شريت ب 59 اه 49 59 59 قلت لك طالب 65 من الله. ايوا انا اللي مانيش مركز معاك. ساوموني السوق ميش هذا اللي فات الاخر 58 خرجتها اليوم عطوني 50 وراي وحده كيما هي هاي اللي هي عطاوها 490 وش بيه ماشي 10000. خلينا النميرو تليفون تاعك 06 74 60 77 57. واش راك تشوف السوق اليوم؟ السوق اليوم قلت لك هو راقد شويه الغاشي كاين والبيع انا التواليه تباعوا ثلاث طوموبيلات. تباعت بيكانتو، تباعت كومبيس، تباعت سويفت. سويفت تباعت ب 295 والكومبيس باي باي 2013 فيها الليل فيها شويه ديروتوش تباعت ب 175. ما كاين البيع صافا لاباس اليوم راني نشوف والله غير تبعت تيغوان. هذا وين توالي؟ هذا وين خرج 2015 تباع ب 400 وشي حاجه. اخويا ربي يجيب لكم السوق ان شاء الله. اللهم امين. بصح بارك الله فيك ان شاء الله. وكل نكسبوا نركبوا كاع. نركبوا كاع. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. واش مدخلين خونا اليوم؟ خويا مدخلين بيرلينغو ماشي 79. واش ماشي؟ ماشي 79. واش فيه؟ ما فيه والو. لاسيري؟ لاسيري 2017. الله يبارك. واش سمعت فيه؟ واش السوق راه بارد خويا دخلنا عكسونا في السومه. واش سمعت؟ 318. الله يبارك. عكسوك لا وين كان؟ كان سومته حتى 400. الحق عندك حتى 400؟ الحق حتى 400. قد عنده هو عندك؟ عنده واحد 17. الله يبارك. قبل ما تجي التسريه تاع بالمد. قداش شريت؟ شريته 75. 475. 875. وفيها راه هذوك؟ دوك عطاونا 818. شنو تبيعتيها وراه؟ هكذاك 60 70 بيو. 60 70 سومتو تبيعو بسومتو؟ هذاك هي. واش قلنا على السوق اليوم؟ كيفاه راه السوق اليوم؟ السوق والله غير بارد. خلينا نيميرو تليفون 06 73 96 20 19. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش مدخل خونا اليوم؟ عندي سيزيكي سويفت. هادو في زوج تاوعك؟ في زوج تاوعي. كيف مدخلهم هادو؟ كيف مدخلهم تاع دبي هذا؟ نظاف؟ نظاف زيرو كونتور 2022. واش سمعت فيهم؟ عطاونا 801. سومتهم وراهي؟ سومتهم 15. 815؟ 815 اي. نقدر نطفل لك شويه ونقول لك بقداش تقاموا لك؟ الوحدة ما تاع قداش قاموا هذو شويه ما تقدرش تصرح بها؟ باش نصرح بها تاع
قداه سقام. يعني قلت لك سمع في فرحتك. اي ما نقدرش نصرح بها تاع قداه سقام. هما يعني مقيومين بس ما نقولكش قداه مقيومين يعني فوق 300. دخلتهم هذه غير كيف سما هذيك تاع الاستيراد تاع تحت موان 3 زون ولا كيف دخلت؟ دخلتهم قبل هذو تاع دبي كانوا كيما كان دخل فيهم الناس من قبل. عادي. عادي بشكل عادي. بشكل عادي هذو ما فيهمش بروبليم هذو. هذو تجيبهم تسلك عليهم في الديوانه وتصفيهم عادي. وغطهم صافيين كل شيء رجلو. كل شيء رجلو وي. ديوان متاحهم كل شيء رجلو. واش من ايسونس هذو؟ ايسونس ايه. 1.4. 1.4 ايه. سومتهم 815 115 الوحدة الوحدة اي. واش راك تشوف السوق اليوم؟ السوق اليوم مليح. من ناحية واش؟ السوق اليوم مليح من ناحية البيع ولا من ناحية السوامة ولا غير مليح بارابول السواق فاتو السوق تاع اليوم مليح. انت دوكا في هذو ماكش راح تشوف اللي راح الزيت تهبط السومة يعني كما يقولوا ذوك يدخل تدخل فيات وجاك ويبداو الناس تستورد في تاع الموان 3 زون؟ ما كانش حاجه راح تهبط بلاسك الناس هي ماهيش فاهمه ذوك كي تفهم انت في تاع الموان 3 زون واش فيها واش ما فيهاش بعد تقدر تقول تهبط ولا ما تهبطش ذوك تسمى غير هضره برك ما كانش حاجه ثابته هاي وراهي يعني انا شخصي فيك تاك صاحب خبره في الميدان انت اي ذوك ما كانش حاجه راهي ثابته هي هضره احنا كل شهر نسمعوا هضره بصح ما بين والو ما كانش حاجه دوك جديده ولا كون راهي دخلت الناس كون نقولوا دخلت الناس ولا ما كانش دوك ماهيش باين السوق موش باين مادام تما هكذا ما دخلش وما كانش اللي جاب وما كانش الاخر السوق محال يهبط تقدر تخلي لنا النيميرو تليفون معليش 0 077 60 67 93. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش مدخرين خونا اليوم؟ كاين دو شويت. واش ماشي؟ ماشي قول 9000 مازوط هذه لايسونس مازوط ايوا واش فيها واش ما فيهاش؟ ما فيها والو ريتوش فيها والو عصيري 2022 هي 22 واش سمعتوا فيها؟ عطاونا فيها 15 وين راهي ال 15 هذه؟ 400 300 في 400 400 15 وتسكت مازالت وين راهي سومتها؟ مازالت حتى ل 60 460 460 اي شحال هي عندكم؟ عندها من 20 يوم قد ايش سالك؟ ها؟ قد ايش سالك؟ سالك ب 65 زيد كنت حتحاول تبيع ب 60 وراح نبيع ب 60 عادي وما عطاونا 15 مشيت بها تحركت بها بزاف ولا؟ مشيت بها ماهيش اللي حاجه اللي مشيت بها واش راك تشوف السوق اليوم؟ ما عرف جيل السوق راهم يشكيو دوكا اليوم ما كانش اللي موش يشكي من ناحية واش؟ شكون هو يشكي الشاري ولا البايع؟ دوكا السوق راهو عامر قول ايه وما كانش باه يشري هكذا وكاين ثاني اللي تلقى هكذا وقال لي مال قبيتك ثاني واحد مول 200 ثاني هنا مول بولو هاو عطاوه 250 عشا قال لهم اعطيني 296 في البلاصه الناس ماشي تذكر في السومه تاع الصاح ولا غير في البلاصه سيد واقف مساميه و50 دار السيد راح ولا قالوا 94 تكذب عيني عيني اه نورمال عادي خلينا النيميرو تليفون معليش تفضل شوف 0 71 47 91 97 الروج واش مدخل اليوم؟ دخلنا ليون وتيغوان هضر لي على ليون بعد نروحوا لتيغوان راه نهضروا على ليون ليون واش فيها واش ما فيهاش؟ لا توت مجموله واش من سيري؟ سيري 2018 واش ماشي؟ ماشي 126 لا طول تاعها نظيفه فيها افروا في لامان واش سمعت فيها؟ عطاونا 425 في السوق وعلى برا عطاونا 446 وسومة البيع تاعها وراهي؟ مزال شوي مازال شوية نتبعوا في السوق كل سمانة يسمعوا لنا في الفيسبوك هاو نقص هاو زيد هاو هذاك هاو السوق هاو واش راه يقول وين راهي سمت البيع فيها 30 40 فوق قلت لهم سيموني فوق 50 قلت لهم هضر معايا في 50 ولا ان شاء الله قد هي عندك في العام ونص الله يبارك قد ايش سالك؟ سالك قد ايش سالك؟ نقولش خويا ما نقولش واش تقولنا على السوق اليوم؟ والله السوق الله يبارك عامر والشاري هايبه ويسمع في الاسوام واش عطاكم واش عطاكم ما كانش يعني لي ما كانش شاري مره وكلهم راكبين في الطوموبيلات وقاعدين يستناو احكي لي على تيغوان والتيغوان ثاني هاك جاو يسالوا واش عطاوك الناس اكثر يقول لك عندي واش فيه واش ما فيهش لا سوس مجموله المانيا هذا الحر لا سوري 2017 واش ماشي 183 واش سمعتوا فيه عطينا 580 وعلى برا مازال ثاني فوق 50 سواقهم الاولين هذو دخلتهم قبل دخلتهم وسمعت فيهم قبل
هذا لا ديفيرونس ولا والله طلعوا هبطوا هبطوا شويه كيما هذا كانوا عاطيني 615 ديفيرونس 10 20 615 دوك 580 25 35 ايوا سما السوق وقاعد يهبط هذا الوقت سما تجر 10 20 هذيك هي وماكمش خايفين والله الحمد لله انا خادين على ربي وخلاص قصدي ماكمش خايفين يزيد يهبط اكثر ما كاينش منها ها وقاعد يهبط ماشي هبطوا هذيك هبطوا تاعنا سيتسوون برك ماشي الشيري واحد ما واحد متبع ما يشرى انا الجماعه كنا خارجين مروحين خلينا نميرو تليفون صفر 0552 39 37 38. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش مدخر خونا اليوم؟ دخل رينج روفر ايفوك ماشي 46000 لا سيري 2019 واش سمعت فيه؟ عطاوني 730 الحلال. واش تقصدوا بها الحلال هذه؟ وكاين واحد يقول لك عطاوني طاو يسكت وكاين واحد يقول لك كيما راك دوكا عطاوني 700 الحلال يعني حلال. واحد جاي من تيريسي ايوا حاب يشري مش يسوم برك يعطيك الصحة أيوة. الحلال ولا ما بعتي بالحلال مازال سومتها وراي هاي ثم برك 80 هاي ثم برك 80 اي قول 80 قول 800 كيما تحب او مانيش انا اللي نحب انت اللي تاعك معليش رزقك اي معليش خويا اللي يجي يشري مرحبا به تبيع نبيع تقعد في 10 و20 وقال لك سهله تطلق نطلق سوق الاول هذا دخلت سواقي فات اعطيني لا ديفيرونس طلع هبط واش نقول لك هبط وبعد طلع من بعد هبط ما فهمنا والو اعطيني السومه الاولى خلاص والاخره خلاص لا ديفيرونس بيناتهم الاولى خلاص 760 والاخر خلاص 730 ما هبط ديفيرونس تاع 30 هذه هي وك معول على 80 شيري ما كانش شيري ما كانش مش قضيه هي السوق هكذا يطلع ولا يهبط ولا بري ولا شيري ما كانش شيري هايب قلت لي عطاوني الحلال 700 و عطاوني 730 الحلال انسان انتيريسي جاي قال لي بيع لي طوموبيل جاي نديها بصح هي مش سومتها وراهي سومتها 50 سومتها 80 نبيع لك خويا انا خاطي معليش خويا اللي راه يشوف فينا ولا مرحبا به سيدي اللي راه يشوف فينا اعطي له النيميرو تليفون بالك يتصل بك صفر 06 67 67 واحد اخرى 10 76. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. من خاوتنا من البرج اخويا. الله يبارك خير الناس واش مدخلين؟ عندي كادي عندي سكودا عندي تيغوان. الله يبارك بارك فيك خويا بيزيدك. احكي لي على الكادي. كادي ها قدامك خويا التراك 2017 ماشي 176000 عطاونا 150000 150000 عطاونا فيه 445 سمتو السوق الاول هذا سي نورمال سوق الاول واش داخل قبل كش ما سمعت برا كش ما يا خويا شارطين عندكم شوروم توما حالين شوروم في العلمة ايوا واش سمعتوا فيه في الشوروم الشوروم طالبين فيه 510 كاينه ديفيرونس تاع واحد 60 60 مليون 50 مليون هذيك هي سومته ما فيهاش ما فين وصابر كيما نقولوا حنا تنقص 10 15 20 ايوا والسوق بدا يربروني يعني مش قال درجه وين كاينه ديفيرونس تاع 100 كيما راهي تهضر الناس و 150 و هذه السوق هذا كره ما كانش طول يربروني يحب يقول يربروني عاود يطلع ولا يحكم بلاصته ولا اللي المفروض انه يقعد في يكون فيها هو السوق كما رانا نشوفوا احنا حاليا زايد ب 50 مليون 60 مليون على على المفروض تاعو يعني على على, على, على واش نورمالمون يكون عليه مي دوكا راه على نورم ديفيرونس تاع 50 مليون زياده هذيك تنحت هذيك ال 50 والسوق ولا عادي الناس تشري وتبيع عادي درك انا راني قدامك بعت تيغوان بعت سكودا اوكتافيا مازال كادي هذا والناس تشري وعادي وخرجت كاينه اللي باعت وقبضت وباريت انا هذا وين باريت انا الجماعه وجيت نورمال عادي عادي جدا اخي خلينا نميرو تليفون لعدا وعسك يا خويا ماركي 07 76 74 61 68. اذا اعزائي المشاهدين كانت هذه خرجتنا نهار اليوم للسوق الاسبوعي للسيارات هنا بسطيف. السوق كان نوعا ما عامر من حيث الماتريال ومن حيث كما نقولوا بالعاميه من حيث الغاشي. عجلة البيع تحركت نوعا ما، الأسواق ما زالت مضطربة، كاين اللي يقول لك هابط كاين اللي يقول لك طالع كما شفتوا معنا التصريحات. لمتابعة كل جديد انتظرونا
في خرجات قادمة إن شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.